تحضير البذر وتحليل التربة واختيار الأصناف وتعديل آلة البذر مثلت محور اليوم الإعلامي الحقلي لفائدة الفلاحين تزامنا مع اقتراب موسم بذر الحبوب. في تلك الموسم الفلاحي نحن نقوم بأيام إعلامية في جميع على تلك مراحل الحبوب، معناها من تحضير الأرض حتى للحصاد. دونك نشوفوا معناها نخدموا مع الفلاح نسموه فلاح رائد اللي هو شعلة فلاحين رواد، خير فلاح رائد باتفاق مع المندوبية، ونعملوا عنده الايام الاعلاميه تلت الموسم وما كل مره في منطقه. يوم اعلامي هذايا للارشاد معناتها الفلاحه على زراعه الحبوب، كوني الدوله معناتها عامله معناتها كل الجهود باش نعملوا الاكتفاء الذاتي في الحبوب. يوم اعلاني لتوعيه الفلاحه معناها على تحليل التربه. أهم حاجة هي تحليل التربة، معناها شنو نعطوا أسمدة، شنو ما نعطوش أسمدة، وقتاش نعطوها أسمدة، وقتاش ما نعطوهاش. الخطوة هذه باهية برشا على خاطر باش تنور برشا الفلاحة وتخليهم يكونوا على بينة من الأسمدة اللي يحطوها، من الأماكن اللي يتحركوا فيها، معناها زاد أنواع البذور. تقنيات زراعية استفاد منها ما يقارب 30 فلاحا الذين أثنوا على أهميتها خاصة قبل انطلاق موسم البذر، مطالبين في نفس الوقت بتوفير البذور الممتازة والأسمدة من أجل موسم واعد. شوية إشكالية زادة بالأسمدة مع المزودين، ماش موجودة كما الدي بي ناقص شوية، كما المونيتر البذور ناقصة، وعلى كما السيلول الجيامال هنا ما فيش حتى كعبة قمح. عندنا الاشكاليات ديما في الدي بي معناتها الحبوب في الزراعه ديما معناتها عندنا ذيك المشكله. وحضر هذا اللقاء فني الارشاد الفلاحي الذين سيعملون خلال الايام القادمه محليا على تكوين باقي الفلاحين بمختلف المعتمديات.